كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء الاستخارة كما يعلمنا سورة من القرآن. لماذا هذا الكلام؟ لأن الناس ابتلوا في الاستخارة بالدخول في الشرك. يعني يقول لك نضرب الودع ولا نفتح الفنجان ولا قرأ لك إيش الكف ولا نروح للفقيه الفلاني وكذا إلى غير ذلك. فانظر سبحان الله النبي حرصه على ذلك أن يبعدهم عن الشرك وعن كل باب يدخلهم إليه فيسد هذه الذريعة. كان يعلم هذا الدعاء كالسورة من القرآن حتى يحفظوه عن ظهر قلب. ولذلك لما نزلت الاستخارة نزلت لكي تعوض المسلم عن الوقوع في الشرك والطرق المؤدية لماذا؟ للشرك. زي الآن يقول لك افتح لك الخيرة، صح ولا؟ عندك موضوع يقول لك نسوي لك خيرة، روح للشيخ فلان هذا يسوي لك خيرة، ولا روح لفلان هذا الفقيه اللي هناك يضرب لك الفنجان ولا يقرأ لك الفنجان ولا يضرب لك الودع ولا يقرأ لك الكف، وبعدين يقول لك طريقك مسدود مسدود يا ولدي. ها؟ طيب جزاك الله. الشاهد في هذا الكلام الآن كم ذاكر؟ نحن نقول جزاكم الله خير، هذا يدخل باب الإحماض في المجلس. ونحن نقول أيها الكرام الفضلاء، فلما كان النبي عليهم ذلك عليه الصلاة والسلام ليسد عليهم كل ذريعة لباب من أبواب الشرك، فيكون في هذه الحالة لما يكثر عليهم في هذا الذكر فكلما هم بالاستخارة تذكر النبي ماذا علمه ليش للاستخارة. ومن هنا نقول دعاء الاستخارة أولا يكون بعد الانتهاء من الصلاة وليس في أثنائها، ويكون بعد النافلة لا بعد الفريضة. قال عليه الصلاة والسلام إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين، ويكون في أوقات التي لا نهي فيها. فإن ضاق عليه الوقت، يعني مثلا عندك انترفيو الآن، عندك مقابلة الآن، عندك أمر عاجل الآن والوقت وقت نهي ولا يمكن أن يتأخر، قالوا لا بأس هنا ولو صليت في أنك يدخل في صلاة ذوات إيش ذوات الأسباب. الصلاة ذوات الأسباب والدعاء فيها يكون برفع اليدين، ويسبق بالحمدلة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه زيادة في آخره. فنقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان زواجي وظيفتي عملي إلى غير ذلك. قالوا ويجوز أن تعدد الاستخارات في الصلاة في الدعاء الواحد، ليس شرطا أن تجعل لكل استخارة صلاة مستقلة، ما يشترط في ذلك، ممكن تجمعها كلها في نفس إيش في نفس الدعاء. خير لي في ديني ومعاشي، أو قال عاقبة أمري وأجلي فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، اللهم إن كنت تعلم زواجي وظيفتي سفري إلى غير ذلك، شر لي في ديني ومعاشي، أو قال أو عاقبة أمري، أو قال عاجل أولي أو أجلي فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيثما كان ثم رضني به زيادة لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يمسح بها وجه، لا في ما في دعاء يمسح فيه الوجه بعد الصلاة فضيلتك، نعم بعد ما تسلم السلام عليكم السلام عليكم، وليس في صلب الصلاة، لأن النبي قال ثم يدعو، فثم تفيد التراخي مع الترتيب وليس التعقيب. لو قال فيدعو كنا نقول داخل إيش داخل الصلاة، لكن ما قال ثم يدعو، هذا اختاره اللجنة الدائمة، اختاره الشيخ الإسلام، اختارته بن باز الشيخ بن عثيم والشيخ بن جبين وغيرهم رحمة الله عليهم. هذه هي أداب الاستخارة. إن ضاق الوقت تماما ولا تصح حتى أن تصلي، قال لا بأس أن تدعو، لو من غير ولو من غير إيش ولو من غير صلاة ولو من غير صلاة. نعم.